والحياء من الله أن يراك على معصيته. أنت تستحي من المخلوقين أنهم يرونك على شيء لا يليق، فكيف لا تستحي من الله أنه يراك على معصيته؟ هذا شيء عجيب، أن الإنسان كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معصية لأنه يراك. عليك أن تتجنب، تستحي من الله عز وجل، غاية الحياء، ولا تستحي من الناس فقط. نعم.